اذا هادو هما العبارات اللي غادي يخصوني: الدوره ديال الحزام، الدوره ديال الحوض اكبر منطقه في الحوض، الدوره ديال الفخذ اكبر، دوره ديال الركبه، والدوره ديال الكاحل ولا لا شوبي. عندي المسافه ما بين الحزام والحوض، وعندي المسافه ما بين الحزام والركبه، وعندي الطول ديال السروال ديالي اللي بغيت ندير ابتداء من الحزام. صافي، انا عطيتكم حنا بعض القياسات اللي غادي نطبق عليهم داك السروال ان شاء الله اللي غادي نخيطو، وانتم تقدروا تاخذوهم من جدول القياسات، تعتمدوا على شي قياس وتاخذوهم. اذا انا عندي الدوره ديال الحزام كلهم غادي نطبق عليهم واحد القاعده. اذا الدوره ديال الحزام غادي نقسمها على 4 وغادي نزيد لها 4 سنتيمتر ديال الوسع، الدوره ديال الحوض غادي نقسمها على 4 غادي نزيد لها 4 سنتيمتر ديال الوسع، الدوره ديال الفخذ غادي نقسمها على 2 غنزيد لها 6 سنتيمتر ديال الوسع، ديال الركبه غادي نقسمها على 2 وغادي نزيد لها 4 سنتيمتر، الكاحل غادي نقسمها على 2 ونزيد لها 4 سنتيمتر، والمسافه ما بين الحزام والحوض تتبقى هي هي، المسافه ما بين الحزام والركبه تتبقى هي هي، والطول تيبقى لنا هو هو. اذا غادي ها هما العبارات اللي درت انا، وها هو الخارج اللي خرج لي. اذا حنا غادي ندوزو عند الورقه كبيره باش نطبقو. اول حاجه غادي نقاد الورقه ديالي بهذا الشكل هكذا، وغادي ندير واحد جوج خطوط باش يبدا لي الدرس ديالي. اذا غادي تراسي هنا كذلك زاويه قائمه، اذا من هنا زاويه قائمه. اذا ابتداء من هذه النقطه غادي ندير الطول ديال السروال ديالي. اذا عندي الطول عنده 97، غادي نعبر من هنا لهنا غادي نعبر 97 سنتيمتر بهذا الشكل هكذا، التالي فين وصلت لي 97 سنتيمتر. اذا انا بالنسبه ليا قدها قد الورقه ديالي اللي غادي ندير. اذا 97 سنتيمتر جاتني هنا، غادي نبعد واحد المسافه وغادي ندير كذلك 97. صافي، اذا نفس الطول، اذا 97 هكذا، وغادي نجمع ما بين هذوك جوج نقاط ديال 97. نقيد لكم هكا الورقه وغادي ندير لكم بسرعه شنو درت. اذا قبضت واحد الخط من هنا لهنا، من هنا لهنا عبرت 97 سنتيمتر وكذلك 97، وهنا حددت الطول ديالي. دابا المرحله اللي من بعدا، اي مرحله وقعات غادي تشوفوها هنايا لان في التصوير ما جاينيش مزيان. اذا هنا على منطقه في الجسم شنو هي؟ عندي الدوره ديال الحوض، شنو غادي ندير باش نحصل عليها؟ اذا الدوره ديال الحوض عندي 104، غادي نقسمها على 4 زائد 4 سنتيمتر عطاتني 30 سنتيمتر. اذا ابتداء من هذه النقطه غادي نعبر 30 سنتيمتر ونحط واحد النقطه. اذا ها هي 30 سنتيمتر ونحط واحد النقطه هنا، غادي نبعد واحد المسافه وغادي ندير كذلك 30 هنا ابتداء من هذا السطر، وكذلك 30 هنا، وغادي نجمع ما بيناتهم. صافي، اذا قبل ما نجمع ما بيناتهم انا، اذا هنا حددت 30 جاتني هنا 30 30 وجمعت بيناتهم بهذا الشكل. اذا شنو حصلت؟ حصلت على الدوره ديال الحزام والدوره ديال الكحيل من هنا ومن هنا. صافي، دابا خصني نحصل على هذا الخط. شنو هو؟ هي المسافه ما بين الحزام والحوض. عندي المسافه ما بين الحزام والحوض 20، غادي نمشي لهنا غادي نعبر 20، وكذلك غادي نبعد واحد المسافه وغادي ندير 20 بهذا الشكل هكذا، وكذلك غادي نبعد واحد المسافه 20 ونحط ونجمع كذلك ما بين هذوك النقاط. اذا درت 20 من هنا لهنا 20 وجمعت ما بين هذوك النقاط بهذا الشكل. اذا انا الدرس ديالي كله ما غاديش نسميه لانكم غادي تعرفوا تمشيو معايا مرحله بمرحله. اذا دابا شنو غادي ندير؟ غادي باش نحصل على ديال الفخذ، شنو غادي ندير؟ غادي نقبض الدوره ديال الحوض وغادي نقسمها غير على 4 وبلا ما نزيدلهاش زياده. اذا قبضت 104 قسمتها على 4 عطاتني 26 سنتيمتر. هذيك 26 سنتيمتر غادي نمشي لهنا ابتداء من هذه النقطه ديال الحزام هكذا، غادي ندير 26 سنتيمتر، وبامكانكم كذلك هادي تعبروها وتحطوها كما هي. غادي نوريكم كذلك في الفيديو ديال اخذ القياسات، غتلقاوه في صندوق الوصف. صافي، دابا هذه هي الدوره ديال الفخذ. هذيك الدوره ديال الفخذ نطبق عليها واحد القاعده، غنمشي عند الدوره ديال الفخذ هي هذه 56 مقسومه على 2 زائد 6 سنتيمتر عطاتني 34 سنتيمتر. ابتداء من هنا غادي نعبر 34 سنتيمتر ديالي هكذا،
ندير 34 هنا فين ما جاتني ديك النقطة، غادي نحطها وغادي نجمع ما بين هاد الجوج بهذا الشكل هكذا. اذا هنا نزلنا بالدوره ديال الحوض قسمناها على 4 عطاتنا داك 26 سنتيمتر، بعدنا 26 26 وجمعنا بيناتهم. المرحله اللي من بعدها قبضت الدوره ديال الفخيط وقسمتها على جوج وزدت لها 6 سنتيمتر عطاتني 34 سنتيمتر. هذيك 34 شديتها من هنا لهنا فين جاتني 34 سنتيمتر وديتها لهنا. دابا غادي نحددو المنتصف ديال السروال ديالنا. اذا غنشوف ديك 34 بهاد الشكل هكذا وغادي نقسمها على جوج بهاد الطريقه، وغادي نحط واحد النقيطه هنا، غادي نبعد واحد المسافه هنا الجهه ديال الحزام، وغادي ندير كذلك هذيك المسافه اللي حصلت عليها. كذلك غادي نمشي للجهه ديال الرجلين وغادي نديرها ونربط ما بين دوك النقاط. اذا خديت المنتصف ديال هاد القطعه اللي من هنا من هنا لهنا، وهاد الشيء الخارج اللي خرج لي حطيته هنا وحطيته هنا وحطيته كذلك لهنا، وغادي نجبد عليهم بهاد الشكل هكا باش نشوف المنتصف ديال السروال ديالي. اذا غادي نمشي لهاد القنية اللي عندي هنايا وغادي ندخل بسنتيم ونص بهاد الشكل هكذا، وغادي نحط واحد النقطه هنا، كذلك غادي ننزل بسنتيم ونص ابتداء من ديك النقطه وغادي نحط واحد النقطه. اذا هذا هو الانطلاقه ديالنا ديال الحزام. اذا بالنسبه للحزام غادي نطراسيه. اذا مشيت لهاد النقطه هنايا ابتداء من هاد النقطه، دخلت بواحد ونص ونزلت بها وحصلت على هاد النقطه هنايا ديال واحد ونص. اذا غادي نلاقي ما بين هادو بواحد الدوران هكذا. اذا هذاك الشيء اللي غادي ندير هنايا هكذا، غادي تحصلي على هاد الشكل هكذا. اذا ابتداء من هاد النقطه غادي يبدا ليا الحزام. اذا القاعده ديال الحزام شنو هي؟ الدوره ديال الحزام مقسومه على 4 زائد 4 سنتيمتر عطاتني 26 ونص. اذا باش نطبقوا الدرس ديالنا ويجينا السروال مسكت غادي نديروا له البانسات. البانسات هما دوك اللي تيكونوا هنايا هكذا مخيطين. اذا هادوك غادي ديري القيمه ديالهم غادي تزيديها في الحساب ديالك. اذا انا عندي 26 سنتيمتر غادي نزيد عليها 2 سنتيم عطاتني 28 سنتيمتر، 28 ونص صافي. هذيك 28 ونص ابتداء من هاد النقطه غادي نعبرها وغادي نشوف فين جاتني 28 ونص. اذا ابتداء من هاد النقطه بهذا الشكل هكذا وغادي نمشي مع داك الدوران هكذا. اذا 28 ونص جاتني بالضبط هنايا صافي. دابا غادي نمشي لهاد قبل ما نسيتها، غادي نمشي لهاد الخط ديال المنتصف وغادي ندير البانسل اللي زدت. اذا ها هي سنتيم هنا وسنتيم هنا، ها هي ديك القيمه ديال لابانس اللي درت هي 2 سنتيمتر. وغادي نهبط من هنا لهنا ب 10 سنتيمتر وغادي نجمع ما بين هاد النقاط اللي عندي هنا صافي. انا درت لابانس ديالي. دابا غادي ندير لافورش. بالنسبه لهاد لافورش اللي تتجيب هاد الشكل هكذا، اما تطلعي هنايا ب 3 سنتيمتر بهاد الشكل وتسديها بدوران من هنا وتطلقيها مع هادي، اما تستعملي الكروكي بهذا الشكل هكذا وتطلقي ما بين هذوك الثلاثه النقاط بهذا الشكل هكذا حتى تطلقيها هكذا وتديري لها هكذا، وهانتي درتي لافوش ديالك صافي. اذا هنا درنا العبار ديال 28 فين جاتنا ابتداء من هذه النقطه. في هاد لابانس درنا القيمه ديال لابانس اللي درنا فيها 2 ديال السنتيمتر ديال لابانس، وهبطت ابتداء من هنا من هاد النقطه اللي هنا فين جاني داك الخط اللي مايل، هبطت ب 10 سنتيمتر وديتها بهذا الشكل هكذا. من بعد هنا طلعت ب 3 سنتيمتر ولا ديروا بحالي اللي درت انا، وجمعت ما بين هذوك النقاط بهذا الشكل هكذا صافي. اذا هذا الشيء اللي تشوفوه كبير راه هو هذا. اذا غادي نستمروا دابا لالا غادي تمشي للجهه ديال باش نحددوا السطر فاش كاين عندنا الركبه. اذا الا عندك بحالي غادي ديريها. اذا المسافه ما بين الحزام والركبه انا عندي 54 سنتيمتر، ابتداء من هذه النقطه غادي ندير 54 سنتيمتر بهذا الشكل هكذا
اذا 54 جاتني ها هي، وغادي نبعد واحد المسافه وغادي ندير كذلك 54 وغادي نجمع ما بين هذوك النقاط. انت في حاله ما لقيتيش انت هاد 54 اللي غادي ديري هنا بهذا الشكل، الا ما عبرتيش مزيان شنو غادي ديري؟ غادي تقبطي المسافه اللي عندك ابتداء من هاد لافورش من هنا لهنا، غادي تقسميها في المنتصف وغادي تشوفي هاد القيمه اللي عندك هنا تحطيها هنا وغادي تجمعي ما بيناتهم بهذا الشكل غير بخطوط متقطعه، وغادي تطلعي بخمسة سنتيمتر وغادي تحددي الركبه ديالك فين جات. اذا بهذا الشكل، اذا انا عبرتها وحطيتها، اذا عبرت هذيك المسافه من هنا ومن هنا وجمعت ما بيناتهم. دابا غادي ندير نطبق القاعده ديال الركبه. اذا شنو هي القاعده ديال الركبه؟ هي الدوره ديال الركبه مقسومه على 4 مقسومه على 2 زائد 4 سنتيمتر، عطاتني 24 سنتيمتر. هذيك 24 سنتيمتر راه في السروال كامل من هنا لهنا. اذا حنا درنا هذا الخط هنا في المنتصف، اذا اي حاجه درناها تنقسموها على 2 في هذا المنتصف ديال هذا السروال هكذا. اذا القيمه ديالها غادي نقسمها على 2 باش نحط النص هنا ونص هنا. اذا عندي الدوره ديال الركبه خرجت لي 24 سنتيمتر، غادي نقسمها على 2 شحال عطاتني 12 سنتيمتر. هذيك 12 سنتيمتر غادي تجيني 12 هنا و12 هنا. اذا ابتداء من هذه النقطه غادي نعبر 12 سنتيمتر ديالي لهنا ها هي، و12 سنتيمتر هنا. دائما تتقسميها على 2 لحقاش حنا في المنتصف ديال السروال. صافي، اذا درت 12 سنتيمتر ابتداء من هنا 12 وهنا 12 وحطيتهم بهذا الشكل. دابا غادي نمشي للجهه ديال الكحيل، نفس العمليه، غادي نقسم هذاك الخارج ديالي ونحط النص هنا والنص هنا. اذا شحال عندي في الكحيل؟ عندي 30 سنتيمتر مقسومه على 2 عطاتني زائد 4 سنتيمتر عطاتني 19 سنتيمتر. 19 سنتيمتر غادي نقسمها على 2 اذا جاتني 9.5. اذا 9.5 هذيك 9.5 غادي نحط النص هنا ونص هنا. اذا 9.5 في هذا الشيء 9.5 ها هي وهنا 9.5 ولا 19. صافي، دابا ما بقى لي الا نربط ما بين النقط. صافي، اذا غادي نربط ما بين هذوك النقط فين خرجوا لي الخارج ديالي بهذا الشكل هكذا، وغادي نتراسيها بهذا الشكل هكذا. كذلك من هاد الجهه هنا غادي ناخذ واحد شويه بومبي بهذا الشكل هكذا باش نجيبها لعند هاد النقطه. اذا بهذا الشكل هكذا وغادي تحطي بهذا الطريق، وهنا كذلك غادي تجيبيها بهذا الشكل هكذا. صافي، وما بقى لي الا نجمع ديال الرجلين باش نوريكم. اذا شنو درنا؟ اذا ابتداء من هاد النقطه فين جاتنا هنا خديناها بومبي بهذا الشكل هكذا، ومن بعد خدينا في هاد النقطه جمعناهم بهذا الشكل، وهادي ديناها بهذا الشكل. صافي، وهادي كذلك غادي نديوها نلاقيو معاها بواحد الميلان بهذا الشكل، وكذلك هادي نلاقيو واحد الميلان. صافي، وهنا ما عنديش انا كيفاش غادي ندير لكم بالنسبه للورقه لان جاتني في الطول نيشان، غادي نديرها لكم في الظهر باش نوريكم لوغلي اللي غادي نزيد لهنا باش نطبقوا السروال ديالنا ان شاء الله. الحصه المقبله غادي نفصلوا النيت على هذا الباترون اللي درنا وغادي نخيطوه ونوريكم كيفاش غادي نخيطوه. اذا من جهه الرجل ما تيصلحليش البستولي بهذاك الشكل، تندير بها هكذا مستقيمه، وتندير كذلك مستقيمه، وتنجي للمنتصف ديالهم بهذا الشكل هكذا، وتندخل فيهم بهذه الطريقه هكذا، وتنجي هذه بهذا الشكل هكذا، وتنقد من هنا ونقد كذلك من الجهه الاخرى باش ما يجيونيش مستقيمين. من هنا كذلك المنتصف. انا متيقنه غادي نجح معكم السروال وغادي تلبسوه ممتاز. صافي، دابا شنو غادي ندير لكم؟ غادي نقسمو نقطعو بعدا الامام باش نوريكم الظهر. صافي، اذا كلهم المراحل اللي دزنا بهم هما هادو.
اذا دابا غادي نقطع لكم الامام باش نطبقوا الخلف. صافي اذا نقطعوا. اذا هنا بالنسبه للرجلي راه تتكون بدوره بهذا الشكل باش ما تجيكش مستقيمه، وكل سروال تترطبي تديري له بهذا الشكل، يعني حتى حاجه ما تجي في شبوانتو. اذا هكذا، وهنا كذلك شويه بومبي. وغادي نقطعها في هذا الزرق اللي درت حتى ندير الظهر، وعاد نوريكم كيفاش غادي نحيد هذه. صافي اذا غادي نقطع، وهنا كذلك غادي نقطع ابتداء من هذه داكشي اللي طراسيت. وغادي نقطع كذلك الجهه الاخرى. اذا هذه هي القطعه اللي درنا ديال الامام، اذا جات بهذا الشكل هكذا. صافي هكذا اللي خصني نصور باش يجيكم داكشي زوين، انما ما يمكنيش ندير لكم هكذا. صافي دابا غادي نديرو الظهر. اذا الظهر تيكون الاختلاف ديالو في الامام، وتيكون الاختلاف ديالو في الوسع ديال الجناب. بالنسبه للورقه ديال الظهر درت هنا تقريبا 7 سنتيمتر وسطرت بهذا الشكل باش ندير فيها هذوك الاختلافات اللي تيكونوا في الظهر. اذا هنا علاش ما قطعناش هذاك الزرق باش تمشي تحطيه على هذا مباشره بهذا الشكل، بحال الا درتي الدرس ديالك من جديد. اذا هكذا صافي باش ما يجيكش السروال مايل. اذا بهذا الشكل صافي. اذا ابتداء من هذيك الخط الاول اللي درنا فيه الدرس، وغادي تشديها بهذا الشكل. وغادي نزيد بالنسبه للظهر غادي نزيد له في الطول ديالو بواحد الورقه باش يصلح لي ندير لكم الاغلي. دابا غادي تراسي الامام كما هو بالخطوط ديالو. اذا غادي نتراسيه على هاد القطعه ديال الظهر. صافي اذا تراسيتها بهذا الشكل، وهنا درت هذوك البلايص فين غادي ندير. دابا غادي نحدد دوك الخطوط اللي تراسيت. اذا هنا غادي نزيد شويه في هذا الطول ديال هادو باش ندير الدروس ديالي ديال الظهر. اذا هكذا، وكذلك هنا، وكذلك هنا. اذا دوك الزيادات هنا غادي يكونوا لي في هاد الخطوط اللي عندي هنا. بالنسبه لهادي غادي نزيد لها 5 سنتيمتر. اذا هذيك 5 سنتيمتر غادي نشوف فين جات بهذا الشكل هكذا، وغادي نحطها النقطه ديالها هنا. انما ما نعتمدش عليها، انا خصني تكون عندي لتحت ديال هاد السطر. اذا بسنتيم، يعني غادي نهبط بسنتيم وغادي نحط النقطه ديال هي النقطه ديال ديالها ابتداء من هنا. هنا غادي نزيد 4 ولتحت غادي نزيد 4. اذا هنا 4 سنتيمتر ها هي، نحط النقطه، وكذلك لتحت كاع غادي نحط 4 سنتيمتر. صافي اذا هنا زدنا 5، هنا 4، وهنا كذلك 4. صافي اذا هنا غادي تمشي لهنا للظهر. دابا حنا عندنا الجسم ديالنا داير بحال هذا الشكل هكذا، وعندنا من اللور داير هكذا، ومن الظهر ومن الامام داير بحال هذا الشكل هكذا. اذا ماشي هذه المسافه السروال اللي تتكون عندنا، هذه المسافه السروال هي هذه المسافه اللي مقوره هنا. اذا هذا هو الاختلاف ديال الظهر والامام. اذا الظهر كل ما زادت عندنا هذه المسافه تتكون عندنا كبيره هكذا، كل ما خص يتزاد العلو ديال هذه المسافه، وكل ما صغار كل ما قلل المسافه. اذا انا كنموذج اللي غادي نعطيكم غادي ندير لكم فيها 5 سنتيمتر ديال الزياده هنا. اذا هذيك 5 سنتيمتر، اذا تقدر تكون 3، تقدر تكون 4، تقدر تكون 6، المهم على حساب العلو ديال هاد المنطقه اللي عندنا هنا. صافي اذا هنا عندنا نفس الحزام اللي عندنا، ياك نفس الحزام. اذا غادي نقبض ابتداء من هذيك النقطه اللي طلعت ب 5 سنتيمتر، غادي ندي التقويره ديالي بهذا الشكل حتى لهاد النقطه اللي عندي هنا بهذه الطريقه. وباش غادي ندير لافورش غادي نقبض كذلك هكذا
وغادي نديها حتى لهاد النقطة ديال هنا. اذا النقطة ديال هنا غادي نلاقي ما بين هاد النقط بهذا الشكل هكذا حتى نوصل عند هادي. اذا هادي ندير لكم لون مختلف باش يبان لكم مثلا باش غادي نقطعو. اذا بهذا الشكل هادي بالنسبه للظهر صافي. دابا هنا بالنسبه للامام رانا فاش درنا الحزام درنا له لا بانس ديال جوج سنتيمتر سنتيم هنا وسنتيمتر يعني نفس لا فالور خصها تكون عندنا هنايا لحقاش حتى هي خصها تكون عندها لا بانس. كون حيدنا لا بانس من الجهه ديال الامام خصنا نحيدوها من الجهه ديال الخلف. اذا هنا شنو غادي ديري؟ غادي ديري نفس العمليه اللي درتي. اذا هنا بهذا الشكل هكذا تسقبطي هذيك المسافه اللي عندك هنا وتتقسميها على جوج بهذا الشكل هكذا وتطيحي في المنتصف هنايا وهذاك المنتصف تتاخديه بحال زاويه قائمه بهذا الشكل هكذا. علاش؟ لانك غادي ديري فيه لابانس خصو يكون مقابل مع هذه الجهه اللي عندنا هنا ديال هنا صافي. وهنا تديري سنتيم من هذا الشيء وسنتيم من هذا الشيء والعبار ديالو ديال الطول 12 سنتيمتر. اذا سنتيم هنا وسنتيم هنا والعبار هنا 12 سنتيمتر. وبالنسبه لهذا السروال ان شاء الله هو اللي غادي نخيطو وهو اللي غادي نطبقوا عليه بزاف ديال مره نديروها بلا بارمونتور مره نديروها بالسمطه وحنا نازلين صافي. دابا نفس العمليه اللي كنت ندير هنايا هي اللي غادي ندير مع نلاقي ما بين هذوك النقط. اذا نفس العمليه اللي كنتي ديري تما هي اللي غادي ديري دابا تلاقي ما بين هاد النقط اللي عندك هنا وكذلك النقطه اللي من الجهه ديال الرجل. اذا غادي نقطع دابا الظهر بهذا الشكل هكذا اللي شفتيه صافي. هذا هو الظهر ديالي. اذا غادي نقطعو انما قبل ما نقطعو غادي نمشي لكم لهنا ونوريكم كيفاش غادي نزيد لوغلي لان بالنسبه للامام ما كانتش الورقه وكافيه عندنا. اذا هنا غادي تزيدي القيمه ديال لوغلي. اذا بالنسبه لوغلي شوفي انت شحال غادي ديري. انا كمثال غادي نعطيكم 3 سنتيمتر كمثال. هذيك 3 سنتيمتر غادي نديها بهذا الشكل هكذا وغادي نجمع ما بين هذوك النقط وغادي نقطعها من التحت. اذا ابتداء حتى من هنا غادي نقطعها من التحت هي الاولى. اذا من بعد ما قطعتها غادي نديها للداخل وعاد غادي نفصل عليها هاد الجوانب ديالي باش يجيني واحد شويه طالع. اذا بهذا الشكل هكذا صافي باش يجيك هادو واحد شويه طالعين بهذا الشكل باش ما يعذبوكش في الخياطه. اذا الظهر ديالنا الاختلاف ديالو غادي نحافظوا عليه بهذا الشكل هكذا. وهنا كذلك غادي ناخدو داك الشي لي طراسينا حتى لداك السنتيم لي نازل وغادي ننزل معاها كذلك من جهة لخرى. دابا أول حاجة شنو غادي ديري قبل ما تطبقي الدرس ديالك؟ إذا شنو غادي نديرو؟ غادي تقبطي هاد القنيت هنا غادي تقاديه مع القنيت وتشوفيهم واش عندهم نفس المسافة هنايا مع القطعة اللي فصلتي عليها. إذا هنا عندي في نفس المسافة هنايا إذا مقادين لي. وكذلك غادي نمشي من الجهه ديال لافوكش هكذا وغادي نشوف كذلك هاد الجهه واش مقاده ليا مع الجهه الاخرى. اذا صافي راه مزيانه لانني راني زايده واحد القطعه من تما صافي. اذا راه مزيانه ليا اذا الحصه المقبله ان شاء الله غادي نفصلوا على هاد الباترون ديالنا هنا. اذا نعقلوا عليه بان هذا الامام وهذا الخلف باش نفصلوا عليه ان شاء الله ونشوفوا كيفاش غادي يجي. واحد الحاجه مهمه كذلك ان صافي هذه ما بقاش عندك الغراض بها. اذا غادي نقطعوها بهذا الشكل هكذا لان خدينا عليها غير الاستقامه ديال السروال ديال الظهر. الحصه المقبله ان شاء الله
غادي نفصلو التوب ديالنا وغادي نخيطوه. مع السلامه.